جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صليت صلاة العشاء وشكيت في أنني سجدت سجدة واحدة في إحدى الركعات الأربع، وعزمت على السجود للسهو ولكني نسيت فلم أسجد سجود السهو، وحيث أنني لم أتذكر إلا بعد قيامي لركعتي السنة، ثم قمت بعد ذلك بإعادة صلاة العشاء. ما حكم ما فعلت وما حكم صلاتي الثانية؟ جزاكم الله خيرا. إذا شككت في السجود فإنه في حكم من ترك السجود. قال أهل العلم: من شك في ترك ركن فكتركه. فتركك للسجود إذا تذكرت، إذا حصل الشك وأنت في الصلاة، إذا حصل الشك وأنت في الصلاة، فإن الواجب أن تلغي الركعة التي شككت في ترك السجود فيها، وتأتي بركعة بدلها وتكمل صلاتك، وتسجد سجدتين للسهو، تعتبر الركعة التي حصل فيها الشك لاغية، وتأتي بدلها بركعة صحيحة وتكمل صلاتك وتسجد سجدتين للسهو. إلا إذا حصل الشك قبل أن تدخل في الركعة التي بعدها، فإنك ترجع وتأتي بما شككت فيه، ثم تقوم للركعة التي بعدها وتسجد للسهو. أما إذا صليت ولم يحصل عندك شك، وإنما شككت بعد الفراغ من الصلاة، فهذا الشك لا أثر له، لأن الشك بعد أداء العبادة لا يلحقها وليس له تأثير. نعم.